واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحقيق انتصارات كبيرة في شرق مدينة تعز. وقال مصدر ميداني إن هجوم الجيش والمقاومة ركز اليوم على مواقع لميليشيات الانقلاب في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. بدورها واصلت ميليشيات الانقلاب قصف الأحياء السكنية في تعز ردا على هزائمها في المواجهات مع رجال المقاومة، وقصفت اليوم حي الزهراء والدعوة شرق المدينة. وكان القصف الحوثي أسفر يوم أمس عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين. تداول النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لمسجد التوحيد بحي الجحملية شرق تعز، وقد حوله الحوثيون إلى مترس عسكري ومقيل لتناول القاتل. قال تقرير لمنظمة عين لحقوق الإنسان إن ميليشيات الانقلاب ارتكبت 750 جريمة انتهاك لحقوق الإنسان في قرية خبزة بمديرية القريشية في البيضاء، منها قتل 43 مدنيا واختطاف 28 آخرين وتهجير 257 أسرة وتفجير 46 منزلا، إضافة إلى ردم آبار للمياه ونهب للبيوت والسيارات وإحراق بعضها. توفي شاب نتيجة للتعذيب الوحشي الذي تعرض له في المعتقلات الحوثية بالعاصمة صنعاء بعد قرابة أسبوع من اختطافه. ويدعى شاب وليد الليبي، ولم يمر على زواجه شهرين اختطفته ميليشيات الحوثية الخميس الماضي بتهمة انتمائه لحزب الإصلاح. تظاهر عدد من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء بشارع المطار بصنعاء للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر نتيجة نهب ميليشيات الحوثية البنك المركزي. وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين حاصروا المتظاهرين وهددوهم بالزج بهم في المعتقلات. وضع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دار والمحافظ سلطان العرادة حجر الأساس لمبنى جامعة مأرب بعد يوم واحد من وصولهما عدد من وزراء حكومته إلى مأرب. قتل شخص وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة عتق بشبوة أمام منزل محافظ المحافظة أحمد لملس.